كل باسمه ولقبه في الأجهزة الأمنية السيادية الفلسطينية وفي ممثل برنام التي اعتذرت هي وقادة الأجهزة الأمنية في هذه المحافظة عن الحضور لأسباب تتعلق في الحفاظ على أمننا وأمن مواطنينا وحريتنا وكرامتنا وعزتنا. نرحب بمن حضر من ممثلي الأجهزة الأمنية السيادية، كل ممثل عن جهازه في هذه اللحظات، واسمحوا لنا أن نقف جميعا للسلام الوطني الفلسطيني ونقرأ الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار. شكرا لكم. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نرحب برؤساء بلدية البيرة، الأخ عزام إسماعيل، ورئيس بلدية بيتونيا الأخ ربحي دولة، وأخانا الكبير خليل رزق، فأهلا وسهلا بكم جميعا. جاءت المدعاة إلى مثل هذا اللقاء من أجل أن نسلط الضوء على هذه الرسالة وعلى حمل هذه الأمانة التي تؤديها الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي تقف إلى جانب مواطنينا في كل مكان والتي تحافظ على أمنه وممتلكاته والتي تدفع عن بلادنا شر البلاء والتي تقف خلف قيادتنا السياسية الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن القائد الأعلى لقواتنا ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس حركة فتح ورئيس دولة فلسطين الذي يتعرض في هذه الأثناء لهذا الابتزاز الأمريكي الإسرائيلي تارة بالتهديد بقطع المساعدات عن أبناء شعبنا، فما قرار الكونغرس الأمريكي الأخير إلا أكبر دليل على هذا الابتزاز لقيادتنا السياسية التي ترفض مثل هذا الابتزاز وتقول إن الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية التي ضحى من أجلها عشرات الآلاف من الشهداء
والتي دخل السجون من أجلها مئات الآلاف من الأسرى لهي خير دليل على السير على خطى الراحل والخالد فينا ياسر عرفات. وما الرسالة التي يؤديها فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن إلا خير دليل في الحفاظ على هذه الثوابت وعلى الوفاء لدماء الشهداء وأنات الأسرى وأوجاع الجرحى في هذا الوطن الحبيب فلسطين. نحن من هنا نبرك التحية إلى قيادتنا السياسية الفلسطينية ونقول لهم أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وألوانه السياسية يقف معكم وإلى جانبكم في صمودكم الأسطوري ضد المواقف الأمريكية المنحازة بالمطلق إلى دولة إسرائيل، والتي تجلت مؤخرا في قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. منذ تلك اللحظة أعلن الرئيس أبو مازن أنه لا عودة إلى المفاوضات وأنه لا بد من أن تكون هناك مرجعية دولية للمفاوضات على القضايا النهائية بتوسيع دائرة الدول الراعية لعملية السلام، وخاصة أن أمريكا أصبحت دولة غير مرغوب فيها لكي تواصل قيادة عملية السلام في الشرق الأوسط لأنها منحازة بالمطلق إلى دولة الاحتلال، وخاصة عندما قرر أيضا الرئيس الأمريكي قرارا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة في الذكرى 70 لذكرى النكبة يوم شرد شعبنا من مدنه ومن قراه في فلسطين عام 48. أهلا وسهلا بكم وأنتم تحملون هذه الرسالة للحفاظ على شعبكم ومن أجل تنفيذ قرارات المستوى السياسي الفلسطيني من أجل حرية شعبنا وكرامته واستقلاله ومن أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية على شطري الوطن بحكومة واحدة ورئاسة واحدة وكذلك أجهزة أمنية واحدة كي تكون فلسطين واحدة موحدة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها مدينة القدس مدينة الأقداس المدينة التي هي القلب في هذا العالم العربي والمسلم برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن. أهلا وسهلا بكم جميعا والكلمة الآن لأخي محمد عليان كلمة اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة ضباط ومسؤولي الأجهزة الأمنية في محافظة رمال المحترمين، الأخ ربحي دولة رئيس بلدية بتونيا، الأخ عزام إسماعيل رئيس بلدية البيرة، الأخ خليل رزق رئيس الغرفة التجارية، والأخ وليد حمدان ممثل عن محافظة الدكتورة ليلى التي اعتذرت للقدوم وكانت جدا تود أن تكون معكم وتكرمكم في هذه اللحظات وهي أيضا من أصحاب هذه الفكرة، لكن اعتذرت. وأيضا قادة الأجهزة الأمنية يبدو أن هناك إشكالية معينة واجتماع معين. نتمنى الخير والسلامة للجميع. الإخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمسميات، نحن اليوم نقف معكم هنا في هذا الحفل، حفل التكريم، لنكون معكم وأيضا نكرمكم، فأنتم من حماة هذا البلد، حماة المشروع الوطني الفلسطيني. لذلك نحن هنا كنا نحب على يعني لابد أن يعلم الجميع، قلنا بدل من أن نكرم كل على حدة وفي مكتبه وفي بيته في داخل الجهاز، قلنا فلتكن معا وسويا في هذه القاعة لنحتفل مع بعضنا البعض بتكريم الأشخاص الذين عملوا معنا وما زالوا يعملون
خصوصا ونحن نمر في هذه المرحلة، في هذه التحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجه شعبنا الفلسطيني وأيضا تواجه قيادتنا الفلسطينية من تحديات ومخاطر. ونحن نعيش الآن الذكرى 70 للنكبة، بعد 70 عام من الألم، من المعاناة، من الهجرات المتتالية التي لحقت بشعبنا الفلسطيني، ونحن نرى ما آل إليه حال شعبنا إن كان في لبنان أو في سوريا أو في جميع أصقاع العالم التي هجر إليها أبناء شعبنا جراء الهجرة الأولى عام 48. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن تواريخنا الفلسطينية حبلى بالكثير من المناسبات التي دائما وأبدا تنادي بالعودة وإقامة الدولة الفلسطينية، ونحن على اعتاب أيضا ذكرى يوم الأرض الخالد، وهناك العديد من المناسبات التي ستأتي علينا أيضا في شهر نيسان من ذكرى استشهاد القائد الخليل الوزير أبو جهاد، وأيضا يوم الأسير، ومن ثم ستأتي الذكرى 70 للنكبة التي نحضر إليها أيضا بالتزامن مع القرار الأمريكي الوقح الذي كان وجاء استهتارا بالأمة العربية والإسلامية بنقل السفارة إلى القدس في 14 أيار، وهي ذكرى النكبة 70، بعد أن كان هناك قرارات بأن 2019 من الممكن أن ينقل السفارة، لكن جاءت في هذا العام عندما رأوا أن ليس هناك حراقا لا من أمتنا العربية ولا الإسلامية ولا ردود الفعل الذي كانت تقول أن الأرض ستنطبق على السماء إذا تم الإعلان عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال. لكن مرت الأمور، لكن صعب أن تمر على شعبنا الفلسطيني، فالمحاولات الرامية كثيرا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني داخل القدس وكأنها عاصمة لفلسطين، وهي ستبقى عاصمة أبدية بإرادة الفلسطينيين المتسلحين بالإرادة والانتماء والقوة والنضال من أجل فلسطين ومن أجل القدس، سالت الكثير من التضحيات والدماء. لذلك عصي على شعبنا الفلسطيني أن يمرر هذه المبادرة وهذه الحكاية الهزلية من قبل المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته اتجاه شعبنا الكثير. مئات القرارات الدولية التي اعترف بها العالم بشعبنا الفلسطيني وبحقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته، لكن لغاية الآن منذ قرار 181 عام 48 لغاية الآن لم تنفذ ما هو لصالح شعبنا الفلسطيني بالاعتراف فيه. لكن أنا متأكد وأنتم متأكدون أن الاحتلال إلى زوال وشعبنا الفلسطيني باقي والقدس باقية، شاء من شاء وأبى من أبى. ونحن في هذه الأيام أيضا نستعد لإحياء ذكرى يوم الأرض، ونستعد لإحياء ذكرى 70 للنكبة، هذه الذكرى التي تأتي كما قلنا في وقت عصيب. لذلك تزامنت الذكرى 70 وأيضا تزامنت نقل السفارة، لذلك يجب أن يكون هناك حراك على مستوى الحدث، ويجب أن نعلن رسالة وتكون واضحة مدوية عالية قوية أن شعبنا الفلسطيني مصمم على إنهاء الاحتلال، مصمم على العودة، مصمم على إقامة الدولة، ومصمم أن يكون خلف ويتمطرس خلف الثوابت الفلسطينية وخلف القيادة الفلسطينية المتمثلة بزعيمها القائد رئيس دولة فلسطين أبو مازن. لذلك كل التحية لكم وأنتم تقدمون وما زلتم تقدمون، وكل التحية أيضا وأنتم كنتم بجانبنا في الكثير من الفعاليات، وأنتم من نسيج شعبنا الفلسطيني، ليستم ببعيدين عنا ولسنا ببعيدين عنكم، فأنتم تكملون ما بدأ به الكثير من أبناء شعبنا إنهاء إن شاء الله المشوار وتتويجه بالحرية وإقامة الدولة وتحقيق العودة. كل الاحترام لكم وأهلا وسهلا بكم، وأنا متأكد أن تكريمكم هذا هو رمزي فقط لما تقدموه وتصهرون عليه لحماية شعبنا وحماية وطننا، فكل الاحترام وكل التقدير لكم، وإن شاء الله إن شاء الله سنكون دائما مع بعضنا البعض، رافعين الهامة، رافعين الرأس، معلنين صوتنا دائما
فلسطين، عاشت فلسطين حرة أبدية وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن سنبدأ بالتكريم للأخوة في قادة الأجهزة الأمنية، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأول راح نبلش تفضلوا، حق روحها عالي، صوتي عالي. قدام صار الصوت عالي، الصوت واطي عشان أنا بس أنا اللواء سليمان قنديل قائد منطقة رام الله والبيرة سابقا، سينوب عن العقيد زيادة أساف مدير العلاقات العامة في الأمن الوطني، فليتفضل. لو سمحت شوي. العميد حجازي الجعبري مدير الأمن الوقائي في محافظة رام الله والبيرة، سينوب عن العميد رياض حامد. العميد رياض حامد مدير العلاقات العامة في الأمن الوقائي ومنسق لجنة العلاقات لقوى الأمن. العقيد خالد التميمي مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، سينوب عن باسم العقيد باسم جبارة نائب مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، فليتفضل. العقيد حسان حمدان مدير المخابرات في محافظة رام الله والبيرة، سينوب عن الرائد عبد اللطيف أبو عواد. العقيد حقوقي مأمول العموري مدير الدفاع المدني. العقيد باسم جبارة نائب مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة. العقيد عبد الناصر البايد نائب مدير مخابرات رام الله والبيرة، أو من ينوب عنه؟ موجود، تمام، تفضل، أهلا وسهلا فيك. إيش؟ الدرع؟ الدرع طوله، ما أنا حكيت لهم الدرع مش الهدية. الدرع طول الدرع. العقيد زياد عساف مدير العلاقات العامة في الأمن الوطني. لا انت مرضي، لا هو مرضي، انا شايفه. مو مرضي اروى انت. العقيد منتصر صوالي مدير الخدمات الطبيه العسكريه، او من ينوب عنه؟ شوف الأسماء، هاي الأسماء معك. فؤاد أبو عبد الله.
بغلبك عنه شوي. العقيد فؤاد أبو عرقوب مدير شرطة المرور في محافظة رام الله والبيرة. لو سمحت. أيوة. احنا على الهواء. العقيد رياض صلاحات نائب منطقة صلاحات. العقيد رياض صلاحات نائب مدير العلاقات العامة في الأمن الوطني. بس العقيد عاهد حسين مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة لمحافظة رام الله والبيرة. بس خلص بنات. لا ما حكى لي بس خلص بنات. العقيد أمجد دراوشة مدير عمليات مخابرات رام الله والبيرة. على تليفونك بتقول لي هنا الفيس. العقيد طاهر غريب مدير العمليات في الشرطة في محافظة رام الله والبيرة. المقدم فضل خلاوي مدير الاستخبارات العسكرية لمحافظة رام الله والبيرة. أو من ينوب عنه؟ أيوه موجود. ليش بتحكوا لي أول؟ كانوا هذا اللي بطول. مقدم ركن متعب عطاونا مسير منطقة رام الله والبيرة والضواحي أو من ينوب عنه الراد فؤاد شواهد. المقدم مراد قنداح مدير مركز المدينة. ما لسه بطيت صور. مين نتيت؟ المقدم زاهر أبو شماط مدير الارتباط العسكري. المقدم أنور السادات مدير العلاقات العامة للمخابرات سابقا. مش موجود هون. المقدم رائد دغلاس مدير العمليات المشتركة بالأمن الوطني في محافظة رام الله والبيرة أو من ينوب عنه. طيب غلبك احنا على الهواء يا مناصر. مقدم ركن محمد رجوب مدير عمليات في الأمن الوطني. لحظة. المقدم عماد نزال نائب مدير مركز المدينة لمحافظة رام الله والبيرة ومن ينوب عنه. موجود. أهلا وسهلا. موجود. أهلا وسهلا. المقدم أحمد حماد مدير الشرطة الخاصة لمحافظة رام الله والبيرة أو من ينوب عنه.
المقدم سامر شلبانه مدير الامن الداخلي لشرطه المقدم سامر شلبانه مدير الامن الداخلي لشرطه محافظه رام الله والبيره. وينه؟ المقدم محمد المشري مدير إدارة المباحث العامة أو من ينوب عنه. المقدم صالح ياسين مدير إدارة هندسة المتفجرات أو من ينوب عنه. خلص إذا مش موجود بتاخذ دروب. المقدم سامر أبو عمر مدير إدارة شرطة السياحة والآثار. هذا يعني هو؟ لا لا هو. المقدم محمد حماد قائد الفرقة القومية والموسيقى العسكرية. السيد ناصر نمر مفوض العمل الجماهيري. لو سمحت الرائد نهاد أبو هدبة المفوض السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة. ايدك تنزلها بس اول سيب لتغادي شوي الله يخليك غلبك ايدك ايدك. الرائد صالح السعدي مدير إدارة شرطة الحراسات أو من ينوب عنه. انتوا ما خبرتوا صح؟ الرائد عوض كسابرة مدير إدارة شرطة الحراسات سابقا أو من ينوب عنه. الرائد محمد برادية مفوض التوجيه السياسي للشرطة في محافظة رام الله والبيرة. محمد برادية ايش صح؟ لا 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 هذا لحظة بس الرائد مصطفى غنيمات مدير الضابطة الجمركية أو من ينوب عنه. حطه هون. الرائد فؤاد شواهين قائد الكتيبة الخاصة الثامنة في الأمن الوطني الفلسطيني لمحافظة رام الله والبيرة. أكمل عنه؟ لا مش طيب. بس يتصور. الرائد عكرمة الرماوي مدير العلاقات العامة في الاستخبارات العسكرية. السيد جميل الهدوي محافظة رام الله والبيرة. جميل الهدوي. الرائد عبد اللطيف أبو عواد مدير العلاقات العامة في المخابرات الفلسطينية. النقيب سائد الجمل يستلم نيابة عن ملازم أول أحمد أبو يوسف مدير العلاقات العامة في الضابطة الجمركية. النقيب محمد شكري مدير قسم التدريب في الدفاع المدني لمحافظة رام الله والبيرة.
النقيب محمد ناجح مدير العلاقات العامة في التوجيه السياسي رام الله والبيرة. هذول آخر شيء. هذول أكثر أخبار. النقيب أشرف أبو خليل مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني. النقيب شادي أبو عوض الاستخبارات العسكرية. شادي عوض جمالين وبعض. ملازم أول باسل عبد الله مدير العلاقات العامة في الارتباط العسكري. وأخيرا وليس آخرا آخر ملازم أول رائد علي الأمن الوطني. رائد علي الملازم أول رائد خلاص. وين أحمد؟ وين أحمد؟ أحمد خلا يعطيكم العافية. هلا بتحكي أخوتنا وأبناؤنا من الأجهزة الأمنية، هذا كما قلنا رمز بسيط لتكريمكم، وأنتم ستكونون معنا خطوة بخطوة للمرحلة القادمة من الفعاليات التي ستنظم وستقام للذكرى 70 للنكبة. إذا سمح لي باسم المكرمين جميعا في هذا اليوم، بس في تكريم لأحد الإخوة لو سمحتوا. لو سمحتوا ثواني يعني يا إخوان. نهاد مرحبا. أرجو من الجميع الانتباه لو سمحتوا يا إخوان.